بتهدى بقى وتدخل في بعض وتهدى من السوائل والضرب، وبعديها نروح ماسكين ورقة زبدة ونعملها كده. كل لما بترتاح كل ما بتبقى أسهل في التشكيل، أو كده دايرة، يعني يا دايرة يا بالطول، الاتنين ينفعوا. ابتدي بقى اشيل دولة كده واوريكم النسخة بتاعتي اللي عملتها قبل الهوا كانت طالعة ازاي. بصوا طالعة هشة وجميلة جدا، يعني انا اصلا بحب اكلها من غير ما ازود سكر ولا اي حاجة ساعات، لان طعمها لوحدها جميلة. حلوة قوي كده.